تاكل تاكل وسط الشعر. ها شكلها حلو. اه والله شكلها حلو. كم اللبية؟ كم اللبية؟ كل عام 150 جنيه. الواحدة بتشرب حوالي 1000 جنيه. 1000 جنيه. برضه هظبط في الحاجات دي؟ صلاة ركعت. هيذبحهم لكم. ماشي. حاضر ماشي. ماشي. ايه. اكيد مش احنا اللي هناكلها. طيب يعني ممكن تاكل وزياد 900 جنيه. يعني معنى كده ان الموضوع سهل اهو. صرفت 900 جنيه على ايه؟ خدي لك بقى وزي. اقول لك الواحد تخش لها ب 900 جنيه. كام؟ 900 جنيه. قولوا انت بقى نص جنيه. بس عرفت بقى ان الموضوع سهل جدا ان الواحد يضحك على حد ويلف بعقله. عرفت ولا مش عرفت؟ لا عبقريين اللي زيك كلهم والله كلهم. بس هي الطريقه تقطيع الكلام. هو المساهم اللي ما عندهاش وز ورا بس المساهم اللي ماسك الدوله ده ما وصل لعقول الناس ازاي؟ Thank you.